جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: أنا فتاة ولم أتزوج بعد وليس لي عمل، ويقوم بالإنفاق علي والدي وإخواني، وأرغب في التقرب إلى الله بالصدقة، فهل تجب علي الزكاة؟ وهل يجوز لي أخذ النقود سواء بعلم والدي أم لا يعلم، أو بعلم والدتي وهي لا أو لا تعلم، والتصدق بها؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة لا تجب إلا على من عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا المال من الأنواع التي تجب فيها الزكاة. الزكاة لها شروط. وأما الصدقة التطوع فإن كان بمقدورك شيء من المال تتصدقين به فحسن، وأما إذا لم يكن عندك شيء فلا تأخذي من مال والدك أو مال والدتك إلا بإذنهما، فإن أذنا فلا بأس، وإن لم يأذنا فلا تأخذي وتتصدقي، لأن هذا مال مأخوذ بغير رضا صاحبه وإذنه فلا يقبل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم.